قوي. وينو عمي؟ لسه ما رجع. وانت وين رايحة؟ شو بدي قلت لك رح اسوي العشاء بس وليه؟ تعالي خذي بنتك. ما بدي اتعشى. وين رايح؟ رايح شوف طريقة جاي فيها بضاعة، صار لنا جمعة قاعدين بدون شغل. عمي عم بيقول بكل البلد ما في بضاعة. مزبوط، مشان هيك رايح دبر حالي. طب هلا بس يرجع شو قول له؟ ايه ما بتأخر هلا برجع. امشي. البضاعة اللي عندك مين بده يوزع لك اياها؟ رح وزع لحالي. نحن بنساعدك فيها. اهلين جابر. اهلين جابر. شو عم تعمل هونك انوار؟ وين بدي اروح؟ ما عندي شغل. تفضل جابر شرف لعندك تعال. لي عبيد شو في بقى عندك بضاعة؟ عندي 6 كرتونات. منيح. بتاخذ اياها بثلاثة منهم لبين ما تجينا بضاعة جديدة. والله ما بقدر يا جابر. لانه عندي زباين وما فيني اطاعهم. بعدين في مسموعيات عم بيقولوا انه الجمارك بدها تقطع التهريب من البلد. لا يا عبد الحميد، جابر عم يطلب منك طلب صغير وما بتلبيه. جابر على عيني وراسي، اخي ورفيقي وتربينا سوا، بس الشغل شغل يا اخي. انا طالع بكره اجيب حمل لحالي. اللي بده بضاعه يشرف معي. انا معك وعبد الحميد معك. هذا شغلنا، اذا ما لحقناه بيضيع السوق من ايدينا. انت يا جابر انت تروح تجيب حمله من جوا؟ ايه انا. ومئة مره قلت لك لا تتدخل بشغلي. من امتى كان شغلك التهريب؟ والله من يوم يومنا يا خانم. لا جابر لا، من يوم يومنا البضاعه بتوصلنا لهون. مزبوط، بس هالمره ما في بضاعه. وانا حامنعك اذا بدك تمشي. عن جد؟ دخيلك تعرف طيني. لا مالي حربتك، حخلي عمي هو اللي يمنعك. عمك هالمره ما راح يسمع منك، ويمكن اخده معي. ها هيك لك. اي طيب يا جابر شو عليه؟ منشوف كلمة مين بدها تمشي؟ منشوف. هاي قائمة باسماء الشباب ومصاريفهم. شو بدي فيها؟ هاي شغلتك. انت الطير. والله حيرتني. بدي اعرف مين الطير، انا ولا انت؟ انت. طيب. في 3 جداد بدهم يطلعوا يدرسوا برا. قلت لك بشغلك لا تدخلني، شوف المناسب واعمله. خذ هدول خليهم معك، إذا احتجت كمان قل لي. لا لا بكفوا، وإذا احتجت ما بصير. تأخر الأستاذ ماجد، أنا لازم أروح. وأنا كمان ماشي، إذا بتريد بوصل الطريق. لا لا تعذب حالك، بروح لحالي. يا الله. فوت تعال شوف. شو ابو النور؟ اه حبيبي، من ايمتى بتحبه لجابر بدك تروح تجيب معه حمل؟ ليش لا؟ ها يا الله يديم المحبه، ان شاء الله بتحبه لشاكر كمان. شاكر على عيني وراسي، بس جابر لا. ومنين اجتك الحميه بدك تروح معه تجيب حمل؟ وانت كمان بدك تطلع. ولك فشرت، انا المعلم هون وما بتحرك من محلي. ما بتصير معلم طالما شاكر وجابر مسيطرين على السوق. لك شو قصدك؟ شو بدها؟ قصدي لازم تطلع وتساير لحتى جابر يطير، ولما بيطير جابر شاكر رح يموت من همه والغم عليه. ساعتها بتصير معلم عن جد. ما عم بفهم عليك. إذا بيصير اللي ببالي رح تفهم علي تمام. بخاطرك. ليش قاعدة بالعتمة؟ الله يخليك يا عمي، أنا عم بستناك، لا تخلي جابر يروح، بوس إيدك. لوين بده يروح؟ بده يدخل لجوا ويجيب حمل تهريب، بوس إيدك، لا تخليه يروح. وينه هلا؟ بوطه. خير إن شاء الله. شو جابر؟ علي عمي، شرف. صاي اللي عم تقوله عفاف؟ عمي هلا من امتى صارت عفاف تتدخل بشغلنا؟ شغلنا؟ التهريب؟ لك كان احنا شو عم نشتغل؟ نحن تجار، تجينا البضاعة بالجملة منبيعة بالمفرق، هذا شغلنا،
كار التهريب بطلناه من زمان، من وقت ما تركنا الضيعة. تجارة تهريب كله شغل عمي، وهذا الشغل مو عاجبني كله، بدنا نبطله. ايه بس انا حكيت كلمة قدام الشباب وما بقدر اتراجع فيها. شباب؟ مين الشباب؟ عمي تخيل انا رجعت عند عبد الحميد طلبت منه 3 كرتونات قبل يعطينا. عبد الحميد؟ ايه. شو عليه؟ ماشي يا عبد الحميد، بيعمرك ما بقى طول البضاعة لا من عنا ولا من عند غيرنا. شو عليه؟ عمي انا هلا بدي روح عن اذنك. نام هلا انت والصباح رباح. بدي روح يعني بدي روح. وانا لما بقول كلمه ما بتراجع فيها ولو على هالرابه. وانا هالمره رح امنعك. بس يا عم السوق فاضي وانا ما في نقعد بلا شغل. كم يوم وبتهدى حمله الجمارك وبترجع البضاعه. ها ونحن من امتى بنحسب حساب الجمارك؟ اخوالك كانوا مهربين وكلهم ماتوا باشتباكات مع الجمارك. خايف علي يا عمي؟ انت رجال وما بيخاف عليك. معناتها بدك تمشي كلام عفاف علي. وعفاف ما دخله. لكان بدك تكسر كلمتي قدام رجال عمي. خلي انور يروح وياخذ عبد الحميد معه، هدول ما بيهمون بيعملوا كل شيء. كيف الشغل؟ مثل ما انك شايف قاعدين ومالي. هذا سأل عني؟ ايه المعلم شاكر، قال بدي اياك انت وعبد الحميد. انا ماني راجع لهون، تصرفهم ومثل ما قلت لك. ماشي. اسمعوا لا، كل واحد بروح على بيته وبكره بيجي مثل هلا. يلا. اف لك 100 مره بدي لك شو تساوي. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلين ابو النور. كيفك؟ لك اهلين يا ابو النور على راسي والله. شو؟ ليش ما عم تشتغل؟ شو بدنا نشتغل؟ صرفنا البضاعة. شرف المال. بعتهم كلهم؟ بالجملة وبضاعة في حقهم. هات لشوف، هات حصتي. يا على راسي. أنا كلياتني بلكك أبو النور. أمزح معك، مبروكين عليك. حط لي هالمصب هون وراه هون. الله معك. إذا لازمك مصاري قل لي. ما بدي منك شيء، قوم. معلم شاكر بده إيانا أنا وياك. شو بده مني؟ ما بعرف، قال بده إيانا أنا وياك. مالي رايح. خايف منه ما هيك؟ لك أنا ما بخاف من حدا. أنت ما كان لازم تخجل جابر لما طلب منك بضاعة. هلا هذا اللي صار، روح قل له ما لقيته. ماشي، راجع لك. لا تبني حالك ماما عبير. ايه؟ شوي شوي. شو بكي جاي لقيتي لي هون؟ اهلين انور، فوت. عمي شاكر هون؟ هلا بيجي. وجابر؟ هون هلا بنادي لك. لو تفضل. مرحبا عمي. ليش معذب حالك؟ انا بحبها كثير لعبير، واللي بيحب ما بيعرف كيف بيرضي حبيبه. هات عنك لناديك لجابر ورح ساوي لك كاسة شاي. خليها معي. اهلين انوار. ليه؟ تاخذ البنت. ايه جابر انا جاهز، امتى ما بدك نطلع؟ حبيبي اليوم المساء بتنزل على الضيعه بتنام هنيك، وبكره الصبح بننزل بنجيب البضاعه. كفو، بدنا ناخذ معنا سلاح. لا ما ضروري بنوم. ما بتعرف شو بصير معنا.